بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة آل عمران. الدرس 11. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قوله تعالى: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. هذا تطمين للمؤمنين في أنهم على خير، سواء ماتوا حتف آجالهم أو قتلوا في سبيل الله عز وجل. فالله جل وعلا قدر ذلك عليهم. ولئن قتلتم في سبيل الله، يعني في الجهاد لإعلاء كلمة الله، أو متتم في السفر، أو متتم في الجهاد أيضا موتا عاديا، لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. فإن العاقبة تكون لكم عند الله سبحانه وتعالى، والموت لا بد منه، ولكن العبرة بالعاقبة، والعاقبة للمتقين. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله، مغفرة للذنوب والسيئات، ورحمة من الله، فضل منه سبحانه. فالله يعطي المسلم من فضله شيئا لم يبلغه عمله. الله جل وعلا يقول: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. لمغفرة من الله ورحمة من الله جل وعلا، فالله عنده المغفرة عن الذنوب، وعنده الرحمة فيرحم عباده سبحانه وتعالى، ويتفضل عليهم ويضاعف لهم أعمالهم. خير مما يجمعون، خير من الدنيا وما يجمعه أهلها من الأموال والدثور والأرصدة ومتاع الدنيا. فما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فالمؤمن على خير، سواء مات أو قتل، وعمله الصالح خير له من دنيا أهل الدنيا جميعا. ولهذا يروى أن سليمان بن داود عليهما السلام أنه مر هو وجنوده على رجل من بني إسرائيل، فقال ذلك الرجل: لقد أصبح ملك سليمان عظيما. فسمعه سليمان عليه السلام فقال له: يا هذا، تسبيحة في صحيفة المؤمن خير من ملك سليمان ابن داود، لأن التسبيحة تبقى وملك سليمان ابن داود يزول. وهذا يطابق لهذه الآية: ولمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون من حطام الدنيا. فالمنافقون إنما همهم الدنيا وجمع الدنيا والعيش فيها والحياة فيها، ولكن هذا لن ينفعهم شيئا، ولن يبقى لهم، ولن يبقوا هم له، فهم عابر سبيل. والعبرة بالعواقب. فالمؤمنون وإن حصل عليهم قتل أو حصل لهم موت في الأسفار أو في المعارك، فإنما عند الله جل وعلا خير لهم من البقاء على هذه الحياة، وخير لهم من أن يشتغلوا بجمع الدنيا وحطامها. ثم قال سبحانه:
ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فمرد الناس إلى الله سبحانه وتعالى، المؤمنون والكفار والمنافقون والدهريون والعلمانيون وجميع الخلق برهم وفاجرهم كلهم مرجعهم إلى الله سبحانه وتعالى. لإلى الله تحشرون يعني تجمعون، فالناس يجمعون يوم القيامة من أولهم إلى آخرهم، صلحاؤهم وفساقهم، مؤمنوهم وكفارهم، كلهم سيجمعون في صعيد واحد يوم القيامة، ويحشرون ويجازون بأعمالهم. فهذا فيه تطمين للمؤمنين وتهوين من أمر الموت أو القتل في سبيل الله عز وجل، وأن هذا باب إلى الجنة، القتل في سبيل الله باب إلى الجنة، فهم يخرجون من هذه الدنيا الفانية إلى جنة عرضها السماوات والأرض، كما قال سبحانه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فهذه الآيات الحقيقة فيها عبر وعظات، وفيها أحكام وفوائد نقتبس منها ما تيسر لنا، وذلك بأن نقول: يؤخذ من هذه الآيات التحذير من كيد الشيطان للمؤمنين، إنما استزلهم الشيطان، فيؤخذ من هذا تحذير المؤمنين من الشيطان، لأن الشيطان يحرص على المؤمنين من أجل أن يزلهم عن الصراط المستقيم ويخرجهم من الإيمان، فهو عدو لهم. ففيه التحذير، وفيه أن المعاصي إنما سببها تزيين الشيطان وتسويل الشيطان لبني آدم، فعليهم أن يحذروا من هذا العدو الذي حذرهم الله منه. ويؤخذ أيضا من هذه الآيات أن الذنوب سبب للمصائب، سبب للمصائب، قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وهنا يقول جل وعلا: إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، فهم حصل لهم هذه الزلة بسبب ما حصل منهم في وقعة أحد من الفرار، أو من ترك الجبل الذي أوقفوا عليه من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، أو عدم الصبر في المعركة. فالذي حصل إنما هو ابتلاء لهم بما حصل لهم، بما حصل منهم، كما قال في الآية السابقة: فأثابكم غمًا بغم. فعلى المؤمن أن يحاسب نفسه إذا نزلت به مصيبة، فعليه أن يعلم أن ما أصابه إنما هو بسبب ذنوبه، فيحاسب نفسه ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ويصفي حسابه في هذه الدنيا حتى يخرج منها سليما من الذنوب. فالمصائب خير للمسلم، فما أصاب المسلمين في وقعة أحد إنما هو خير لهم. ويؤخذ من هذه الآيات فضل الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم وإن حصل منهم شيء من الخطأ فإنهم مغفور لهم،
بفضل صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبفضل مواقفهم الشريفة وجهادهم في سبيل الله عز وجل، بسبب هجرتهم وجهادهم ومواقفهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا حصل من أحد منهم خطأ فإنه مغفور له، لأن الله جل وعلا يقول: ولقد عفى الله عنهم. ففي هذا رد على الذين يتصيدون أخطاء الصحابة ويضخمونها ويتنقصون الصحابة، لأنهم يردون على الله جل وعلا في قوله: ولقد عفى الله، ولقد عفى الله عنهم. فالصحابة لهم قدر ولهم مكانة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ولما حصل من أحد الصحابة في غزوة الفتح أنه كتب إلى أهل مكة أخبرهم بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأولا منه أن ذلك لا يضر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه يجعل له يدا عندهم من أجل أن لا يضر أقاربه في مكة، وكانت هذه زلة عظيمة من هذا الصحابي. فلما حضر عند النبي صلى الله عليه وسلم وسأله النبي صلى الله عليه وسلم عما فعل، أبدأ اعتذاره رضي الله عنه، وهم عمر رضي الله عنه بقتله، واستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم بقتله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعه يا عمر، فلعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، لأن هذا الصحابي ممن شهد بدرا. فالصحابة رضي الله عنهم لهم من الفضائل ولهم من المناقب ولهم من السوابق ما يمحو ما يقع منهم من بعض الأخطاء، وهم بشر لا شك، بشر يخطئون ويصيبون، ولكن فضائلهم ومكانتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم يمحى بها ما يحصل منهم. وهذا في هذه الآية: ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإخواننا المسلمين لصالح القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.